السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، هنكمل القصة اللي ابتدينا فيها، ان احنا نحول بعض الاسئلة اللي جات للصفحة وكتبناها، عملنا الاجابة كتابة وصور، ان احنا نحولها لفيديو علشان الناس اللي محتاجة تفاصيل اكتر بالعربي. طيب، كان في سؤال جه بيقول رقم البيرنج ايه علاقته بالانر دامتر والاوتر دامتر والويتس بتاع البيرنج، يعني رقم البيرنج اقدر اطلع منه القطر الداخلي والقطر الخارجي والعرض ولا لا؟ تعال نشوف. اي بيرنج في الدنيا ليه 3 ابعاد اساسيه اللي يهموا المستخدم. خلينا نقول ان في حاجات تهم الديزاينر، الراجل اللي بيصمم اللي بيصنع، وفي حاجات تهم المستخدم، فاحنا هنهتم باللي يهم المستخدم لان احنا مش هنصنع، احنا هنختار ونركب. طيب، اول حاجه القطر الداخلي او الاي دي اللي هو الانر دايمتر، اللي هو القطر بتاع الظرف الداخلي اللي هيركب على العمود، اللي هو ده بيبقى قطر العمود. والقطر الخارجي، القطر الخارجي بتاع البيرنج هو القطر الكبير، اكبر قطر فيه اللي بيركب فيه الهاوسنج او في الفرغة بتاعة بيت البيرنج. والعرض، العرض بيهمني لان لازم اوفر له مساحة في بيت البيرنج. تمام. القطر الداخلي له قاعدة فعلا مرتبطة صريحة جدا برقم البيرنج. لو بنبص على آخر رقمين في البيرنج، رقم البيرنج بنبص على آخر رقمين فيه، لو القطر الداخلي بتاع البيرنج ده أقل من عشرة بيتكتب صراحة زي الرقم اللي قدامنا كده، 6000 اللي ما بين قوسين 6026، يبقى 626، آخر رقم كام؟ 6، يبقى القطر الداخلي بتاعه 6. طب لو 7 يبقى 7، طب لو 9 يبقى 9، طب 10؟ لا، من اول 10 لحد قبل ال 20 ليها قاعده تانية. لو اخر رقمين قدامنا زي اول سطر كده 0، يبقى القطر الداخلي 10، زي البيرنج اللي قدامنا 6 3 0، اخر رقمين 0. طب لو اخر رقمين 0 1 زي البيرنج اللي هو 6 0 0 1، يبقى هنا القطر بقى 12. طب لو اخره 0 2 بقى 15. طب لو اخره 0 3 بقى 17. يبقى كده خدنا ما تحت العشرة ومن 10 لـ20. طب من 20 وطالع بقى مكمل، ناخد آخر رقمين نضربهم في 5، يطلع هو ده القطر الداخلي. إزاي؟ البيرنج اللي قدامنا الأولاني 6 0 0 4، 4 × 5 بـ20، يبقى القطر الداخلي 20. طب لو 0 5، 5 × 5 بـ25. طب لو 6، 5 × 6 بـ30. طب لو 20، 5 × 20 بـ100، إلى نستمر على هذا الوضع. يبقى دول الـ3 قواعد بتوع الانر دايمتر او القطر الداخلي، صراح جدا سهلين جدا. طيب تعالوا نبص على رقم قدامنا اهو، بيرنج اهو، ديب جروف بول بيرنج 6206 2RSC3. ايه بقى؟ اول حاجه 6000 قلنا قبل كده زي ما شرحنا في فيديو سابق ان اول رقم ده بيحدد نوع البيرنج، هل هو سيلف الايننج بول بيرنج، هو ده هو انجلر كونتاكت بول بيرنج، ولا ديب جروف بول بيرنج اللي هو 1 2. لو بصين كده كل رقم بيبتدي بيه البيرنج بيقول نوعه. طيب 6000 يبقى دي جروب فول بيرنج. طب الرقم اللي بعده ده اللود نمبر او اليوسج ليفل او الكباستي بتاعت اللود بتاعته، يعني ايه؟ الرقم ده هو اللي بيحدد البيرنج ده يقدر يشيل قد ايه حمل. كل ما الرقم ده اتغير اقدر اعرف ان البيرنج ده يشيل كتير قوي ولا قليل قوي. وزي ما قلنا لو زيرو يبقى البيرنج ده خفيف، اكسترا لايت يعني هيشيل سراست خفيف. طب بص على اخر حاجه تحت كده، 4 يعني هيفي هيشيل حمل، البيرنج ده هيشيل حمل تقيل. 8 اكسترا سين يعني ايه؟ البيرنج ده المساحه بتاعته حجمه رفيع، انا محتاج حاجه تشيل لود بس يكون حجمها رفيع. طيب نيجي بعد كده القطر الداخلي شرحناه خلاص، دي اللي شرحناه في السلايد اللي فات. طيب بعد كده نيجي نبص على الـ2RS زد زد 2RS زد او في او دب، دول نوع السيل خامته ونوعه انواع السيلات وشرحناها. طب سي 3 ده القطر الخلوص الداخلي للبيرنج. طيب تعالوا نبص بقى في موضوعنا، كل البيرنج اللي راكب قدامنا ده راكب على عمود واحد، يبقى القطر الداخلي بتاعهم كلهم واحد، لكن القطر الخارجي مختلف وبناء عليه العرض او السمك بتاع البيرنج مختلف. لو لاحظنا هنلاقي مكتوب على العمود، ننسى رقم 6 ده خالص اللي هو 618، لا 18 19 60 0 2 3 4. الله، في رقم كده بيجي بعد نوع البيرنج بيغير في السيكنس. لو لاحظنا ان 4 ده اكبر حاجه خالص، 3 اقل، 2 اقل، 0 اقل،
18 19 اقل خالص. ايه دول بقى؟ دول زي ما قلنا اللي هو العلاقة ما بين القطر الداخلي وما بين السيكنس والقطر الخارجي زي ما احنا شايفين كده. طيب شايفين دول القطر الداخلي ثابت لكن الخارجي متغير لسه قايلين عليها. طيب هنا القطر الخارجي هو اللي ثابت والداخلي هو اللي متغير. الله، يبقى انا ممكن يبقى الداخلي هو اللي ثابت والخارجي متغير. اه ممكن يبقى الخارجي هو اللي ثابت والداخلي متغير. اه بنقابل ده في الابليكيشن كتير، عايز اركب بليتين على نفس القطر بتاع العمود لكن لازم اثبت الخارجي واحيانا لازم اثبت الداخلي على حسب انا عايز اعمل ايه. تعال نبص كده، ادي نفس القطر الداخلي نفس العمود لكن الخارجي متغير. نبص كده ايه الارقام اللي تحت مكتوبه على العمود دي، 18 19. الله، ده نفس الارقام اللي كنا بنقول عليها اللي هي السيرفيس نمبر او اللود نمبر. اهي القطر الداخلي ثابت لكن الخارجي متغير. طيب ده المثالين اللي ضربناهم دول كانوا في الديب جروف بول بيرنج. طب الانجلر كونتاكت، نبص كده اهو العمود ثابت يبقى القطر الداخلي ثابت لكن الخارجي متغير، بس رقم البيرنج نفسه الطيب اتغير، هنا بقى 7000، هناك كان 6000 هنا بقى 7000، بس جنبها 18 19 0 2 3 4. يبقى دايما الرقم اللي بيغير القطر الخارجي وسمك البيرنج هو الرقم تاني رقم في رقم البيرنج، تاني رقم من ناحية الشمال. طب هنا العكس، العمود هو المتغير والخارجي هو اللي ثابت، برضو مين هيحدده؟ اللي هيحدد الكلام ده هو تاني رقم وتالت رقم في رقم البيرنج. اهو بيقول لنا ان انا ممكن يبقى الداخلي هو اللي ثابت والخارجي متغير، ممكن يبقى الخارجي هو اللي ثابت والداخلي متغير، بناء على ايه؟ بناء على الرقم اللي بنقول عليه تاني وتالت رقم في منظومة البيرنج، في رقم البيرنج من ناحية الشمال. ايه دول اصلا بقى؟ الرقمين اللي احنا بنتكلم عليهم دول تاني وتالت دول حاجة اسمهم الدايمنشن سيريز بتاعت البيرنج، اللي هو الرقم اللي بيحدد حجم البيرنج. الرقم ده بيجي من رقمين، بيجي من رقم له علاقة ب كود له علاقة بالقطر الخارجي للبيرنج وكود له علاقة بالعرض. نشوفها تاني اهو، القطر الخارجي بياخد 0 1 2 3 4 او ينزل 9 8. طب والخارج والعرض، العرض بياخد من 0 لحد 6. يبقى عندنا كودين، الكودين دول ندمجهم مع بعض نطلع بقى اللي هو اسمه البيرنج دايمنشن سيريز. كمثال لو خدنا السيريز العرض رقم واحد هناخده مع السيريز العرض القطر الخارجي صفر هيدينا 10. طب لو خدناه مع 9 يدينا 19، خدناه مع 8 يدينا 18. اهو بتوع مثلا الديب جروب بول بيرنج. طب لو خدنا رقم تاني، خدنا مثلا 0، خدنا 0 مع 0، 0 في العرض مع 0 في القطر الخارجي ادينا 0 0، او 0 مع 2 ادينا 0 2. تمام كده، يبقى هي دي الايزو دايمنشنال كود بتاع البيرنج. طيب بص، في كل البيرنج اللي قدامنا دول كلهم بدون استثناء اخرهم 0 4، يبقى القطر الداخلي 5 في 4 ب 20، يبقى كلهم القطر الداخلي 20 لكن القطر الخارجي بيختلف، مره 32 مره 37 مره 42 42 42 هنكمل 47 52. طب والعرض كمان بيختلف 7 9 8 9. ايه بقى اللي خلاهم يختلفوا؟ اللي اختلف هنا، اللي خلاه يختلف هنا البيرنج سيريز دايمنشنال سيريز اللي بناء عليها جت من الاوتر دايمتر سيريز والويت سيريز، المنظومه دي هي اللي بتدينا الارقام دي. طب دي حاجه صعبه نفهمها؟ نفهمها لكن نحفظها؟ لا مفيش داعي خالص. طب هل فيكم، تعالوا نبص كده، لو عندنا بليتين اهم 6205 وان يو 205 اخر رقمين كام؟ 5. يبقى 5 في 4 ب 20، يبقى القطر الداخلي لهم الاثنين هيبقى 25. خلاص تمام. طب تاني رقم في بعد البيرنج 6 2 و2. الله، يبقى كده معناها ان الاثنين السيريز بتاعه الدايمنشن بتاعتهم 2، يبقى لازم هيطلعوا زي بعض. هنلاحظ ان الانر ده القطر الداخلي 25 25، القطر الداخلي هنا الخارجي هنا 52 52 لان هما نفس السيريز 0 2، يبقى خضعوا لنفس القانون وبناء عليه العرض هيبقى 1. طيب بليتين تاني رغم اختلاف النوعين اللي هنا ديب جروب فول بيرنج وهنا سلندريكال. طب ناخد نوعين تانيين، ان يو 2205 وانجولار كونتاكت 3205، واحد السيريز بتاعته 22 وواحد السيريز بتاعته 32. طيب
تعال نبص كده، هنلاحظ ان القطر الداخلي والخارجي زي بعض، لكن ايه اللي اختلف؟ السمك. يبقى السمك هنا داخل في المعادله لان السيريز نفسها اتغيرت، ولكن القطر الداخلي والخارجي ثبتوا. في قانون بيحدد الموضوع ده؟ اه في قانون يهمني انا كمستخدم؟ لا، يهم مين؟ يهم المصنع والديزاينر، الراجل اللي بيصمم هو زي الابعاد الداخليه للبيرنج، عمرنا ما اهتمنا بيها ولا ليها علاقه ان احنا نفهمها كمستخدم، ولا تهمنا في اي شيء. كبر البليه اللي جوه، صغر البليه، كبر الشفه الداخليه، ما تفرقش. طب في قانونين، القانون الاولاني اللي متعلم عليه بالاخضر ده، القطر الخارجي هو علاقه في القطر الداخلي، وحاجه اسمها اف دي معامل القطر الخارجي، وبرضو العرض بيساوي اف بي اللي هو معامل في القطر، معامل السمك في فرق القطر الداخلي من الخارجي. ادي القانونين. طب ايه الاف بي والاف دي؟ لهم جدول، لو لاحظنا اهم متعلم عليه بالاخضر هو الاف دي اللي هو القطر الخارجي، معامل القطر الخارجي، والتاني معامل الاحمر معامل السمك. يهمونا في شيء؟ خالص، ولا لهم اي قيمه بالنسبه لينا كمستخدم. لكن معلومه ان احنا نعرف ان في 2 بيرنج او 3 او 10 لهم نفس القطر الداخلي ويختلفوا في الخارجي، اه لهم نفس الداخل والخارجي يختلفوا في السمك، ممكن. طب او العكس، يبقى القطر الخارجي هو اللي ثابت والقطر الداخلي هو المتغير. الديب جروب فول بيرنج اللي قدامنا ده سيريز 62 وده 63، يبقى اكيد العرض والقطر الخارجي هيختلف، لهم نفس القطر الداخلي 10 و10 مظبوط، الخارجي اختلف خالص وبناء عليه العرض اختلف، رغم ان هما نفس فئة البيرنج ونفس القطر الداخلي. طب نوع تاني، طب ايه اللي اثر بقى لما العرض زاد؟ العرض زاد والقطر الخارجي زاد، معناه ان قطر الكرة الداخلية زاد، ولما القطر الكرة الداخلية زاد معناها انها تقدر تشيل احمال اكتر، فهنلاحظ ان 63 السيريز 63 هتشيل اكتر احمال اكتر. نفس القصة هنا، لو خدنا السيريز 6 9 والسيريز 6 8، هنلاحظ ان هما نفس القطر الداخلي، الخارجي مختلف والسكنس بناء عليه مختلف، وبناء عليه برضو الحمل هيبقى مختلف. طيب السلايد دي مختلفة شوية، احنا جبنا انواع بيرنج مختلفة. اول عمود ده لو لاحظنا من ناحية الشمال انواع بيرنج مختلفة، ليه؟ لان في بيبدأ ب 6000، في بيبدأ ب 3، في بيبدأ ب 32، يبقى نوع البيرنج مختلف. اه طب والسيريز كمان، لو بصينا في تاني رقم، مرة 02، مرة 23، مرة 32، يبقى السيريز كمان مختلفة. وفي الديب جروف مثلا 00، يبقى يبقى السيريز مختلف، لكن لهم نفس القطر الداخلي، يبقى اكيد رغم ان القطر الداخلي هيبقى ثابت، القطر الخارجي والسيكنس هيتغيروا. هنلاحظ ان القطر الخارجي اختلف، والقطر والعرض كمان اختلف، وبناء على الاحمال هتختلف. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.